السلام عليكم، مرحبا بكم الناس كل. فيديو جديد على قناه المعلم للصيانه. اليوم باش نوريكم القياسات نتاع البيستون، كيفاش نقيسوا البيستون في السيلندر. فيديو اليوم باش نتعلموا القياسات نتاع السيجمونات والبيستون. نبداو نحيو الكلابي، نحيو البيبا باش تبقى لنا الشوميز وحدها. فيديو اليوم مهم برشا، فيديو اليوم طياره على الاخر، معناه فيديو قوي قوي على الاخر، فيه برشا معلومات. على هذاك كانك ماكش مشترك ولا اول مره تفرج فينا، ابوني للشين يوتيوب، فعل جرس باش يوصلك اشعار بفيديوهاتنا الجديده، لايك للفيديو، كومونتير كان عندك سؤال ولا استفسار. قبل ما نبدا نقيس نحيو الكلابي نظفوها. هذا سيلندر نتاع بوستر سبيريت، نتاع موتور نوحه بوستر سبيريت، ولكن المعلومات اللي باش نقولهم اليوم معلومات عامه ونجم نطبقوهم في الموتورات الكل. تويك سيلندر نظفوها بالليسانس. الخطوة هذية مهمة برشا، يبدأ فيها البافير، يبدأ فيها الرمل. كي تجي تقيس البيستون ويبدأ فيها بافير ماضي، ينجم معناها يجرح للبيستون. باهي تويك باش نوريكم معلومة مهمة برشا، كيفاش نعرفوا السيلندر دوريجين ولا لا في اللامبيكي في اليامها. عندنا الشعار هذا، الشعار هذا كان ما نعرفش تراو فيه ولا لا، هذا شعار اليامها نعرفوا به معناه السيلندر دوريجين. كي نلقاو فيها الشعار هذا معناها دوريجيك نتاع الدار، فهمت؟ هذا معناه تخرج مع الموتور كي تشريها جديده من الباكو. هذايا البيستول باش يركبوها، الباكو نتاعها نلقاو فيه الباك بيستون، نلقاو فيه السيركليب سويت وذوما في الساشي الحمراء، نلقاو فيه السيجمونات وحدهم في الباكو الصغرون هذايا، الباكو الصغرون هذايا نلقاو فيه السيجمونات هذوما. نبداو نقيسو البيستون. كيما تشوفو البيستون نمروها 41، هذا ثالث كود. عندنا الكارونت ستوندار وفما الكارونت فيرجيل سانك، وهذا كارونتيان 41. مازالو فيها كواد اخرين، اخر بيستون في السانكونت كارونت كات 44. كيما تشوف البيستون ما لازمهاش تبدا كاسحه، فما اللي ركبها كاسحه، لازمها تبدا سهله كيما نكاي، ولكن في نفس الوقت ما فيهاش الهواء. البيستون كي تركبها كاس حتولي معناها تنجم تجرح لي السيلندر، وكي تسخن معناها تولي تتكولا زاد. على هذاك ديما نقولكم تبع الفيديو للاخر، فيديو اليوم فيه برشا معلومات، وكانك ماكش مشترك ولا اول مره تتفرج فينا، ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك اشعار بفيديوهاتنا جديده، لايك للفيديو، كومونتير كان عندك سؤال ولا استفسار، وما تنساوش اللايك 100,000 لايك. باهي تويكا باش ندخلو في القياسات الاحترافية. عندنا الريجلاج هذا تعرفوه تاع صوباب في الكاتون، ناخذو الريجلاج معناه السمك نتاعو 0.2، 0.2 معناها زوز أجزاء من المليمتر، ونشوفوه معناه يتعدالنا ما بين البيستون والسيلندر ولا لا. إذا كان تعدى معناه البيستون قاعدة تضيع في البريسيون، تضيع في الهواء. إذا كان ما تعداش كيما تشوفوا معناها جوها باهي، يعني الحكاية ماهيش حكاية كسوحية، ماهيش حكاية إنه نركبوا بيستون كاسحة. تنجم تركبها البيستون كاسحة وتبدا تضيع في الهواء، تبدا الشوميز ديفورمي معناها تبدا كاسحة من شيرة وشيرة أخرى تبدا تضيع في الهواء. هو كنقيسو السيجمونات، البيستون تتقاس وحدها والسيجمونات نقيسوهم وحدهم. فما اللي يركب السيجمون في البيستون ويقيسهم مع بعضهم، هكاكا ما تنجم تفهم منها شيء. باش نقيسو السيجمون قيسوها من فوق، ما قيسيهاش من اللوطة من هنا، قيسوها شيرة البريسيون من فوق. ندزوها شوية بالبيستون باش تبدا مستوية في وسط السيلندر. باهي ناخدو الريجلاج نتاعنا كالعادة،
عن هذايا معناه السونك نتاعو 0.2 يعني 5 المليمتر. مليمتر كيف نقسموه على 5 أجزاء، يعني السمكة نتاعها هذايا قد جزء من 5 أجزاء هذوما. لازم ما يتعدلناش في الحلة نتاع السيجمون وسط السيلندر، كيما تشوفوا ماهوش قاعد يتعدى معناه. اوكي، لو كان تعدلنا معناه نغيروها كعبة السيجمون. باهي، تويكا كيما شفتوا هذايا 0.2، تو نشوفوا ريجلاج ما معناه السمكة نتاعو أقل عن هذايا. السمكة نتاعو كيما تشوفوا 0.1، معناها عشر المليمتر، جزء من 10 أجزاء من المليمتر. يعني المليمتر كيف نقسموه على 10 أجزاء، السمكة نتاع الرجلاج هذايا جزء من 10 أجزاء هذوك. كيما تشوفوا يتعدى هذايا الهواء المسموح به في الحالة نتاع ما لازمهاش تبدا مسكره على الاخر، لازم تبدا محلولك الشعره معناها، فهمت؟ باش معناها ما تتكوليش الموتور، خاطر كي تسخن السيجمون تتحل تولي تتكوله كي تبدا لاصق. باهي، تويك نركبو السيجمون تاعنا في البيستون. عندنا الروبير هذايا، البيسه هذيك، الكلافيت، لازم الحل نتاع السيجمون تبدا فيك البيسه هذيك. ركبوا السيجمون الفوقانية بنفس الطريقة. هاوكا عندها الروبير نتاعها هذي، البيسة هذيك، لازم الحلة نتاع السيجمون تبدأ في البيسة هذيك بالضبط. شوية زيت، فما اللي ما حطش الزيت يوحل كيكة بشيح. الزيت لابد منه باش يسهل الدخول، يعني باش ما تتجرحش كعبة البيستون، يبدأ حديد يحك في حديد. شوية زيت معناه يسهل عملية الوهن، عملية إدخال البيستون داخل الشوميز، فهمت كيفاه؟ هاكا معناه كيفاه الحل نتاع السيجمون. تجي شيرة الكلابي ما تجي شيرة الشاكمون، وعندنا زوز نقبل في البيستون كيف كيف شيرة الكلابي، هاكا كيفاه. هذه الطريقة اللي ركبوا بها البيستون كيفاش تركبنا. فيديو اليوم سيء، في الفيديو القادم معناها توصل الفيديو هذايا 100,000 لايك، الفيديو الجاي نهبط لكم فيديو معناها كيفاش نركبوا البيستون في البلاصه في الموتور. نوريكم كيفاش معناها الباغي بيال كيفاش تركب، والريجلاجات اللي لازم نعملوهم معناها باش نركبوا البيستون. على ذاك 100,000 لايك وفيديونا اليوم سيء، نتقابلوا في فيديو جديد. الى اللقاء، كان معكم المعلم للصيانة، أقوى معلم في الدنيا.